السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أداة مجانية اسمها شير موديل. لو أنت عايز تشارك الموديل وتصدر ملفات ان دبليو سي بشوية تحسينات عن اللي احنا متعودين عليه، يعني ممكن تغير في اسم الملف، تقول لو لقيت أي حاجة فيها كلمة ورك خليها شير، ممكن تزود كلمة قبل وبعد، ده المسار اللي هتساب فيه. عايز تنظم الحاجات من خلال الورك سيت، عايز تصدر الفيوز لنفس وركس، عايز تعمل كلين تنظف الموديل قبل ما تصدره، تغير الاوفسيت لو في مثلا عندك كذا ملف وفي واحد فيهم عايز ان انت تحركه، لو انت عايز تنظف الموديل من اي عناصر كانك بتعمله بيرج. ففي شويه امتيازات او خصائص جميله جدا في التصدير. تمام، دي مثلا البيزك ورك سيت اهيت موجوده. لما تقول ان انا عايز اشوف الورك سيت يبدا يحط لك كل حاجه على الورك سيت بتاعتها. تعال نشوف فيديو سريع للموضوع دوت. دي الشركة دي عاملة 6 أدوات، لما بصيت عليهم لقيتهم يستاهلوا الواحد يستطبع. هتحط مثلا لير حرفين معينين في الأول أو في الآخر. عايز تصدر الفيوز، ممكن تصدر تقول مثلا عايز تصدر روم كأتريبيوت كخصائص معينة. الكوردينيشن تقدر أنت تتحكم فيها، تقدر تعمل ديليتنج للشيتات والفيوز والسكادولات، لو في حاجة انت مش مستخدمها تقدر انت تلغيها. بحيث ممكن تقلل حجم الملف، وكمان ممكن تكون في معلومات معينة انت مش عايز تشاركها. تتحكم في الورك سيت، في الاخر يطلع لك الملف جاهز ان انت تشاركه مع الباشر.